في تاوريرت نهار الاول، كنت في مولى علي الشريف في تاوريرت، جيت المحاريق لتحت، ونهار ما تفاهمت انا والدراونه والراجل خرجت، كنت ما عندي لا ولاد لا والو، ما تفاهمناش وخرجت. كنت مع الوالده، مات الله يرحمها مسكينه توفات، ومنين توفات بقيت انا بوحدي، كنت مريضه وديك يا خرجت مشيت، كنت منا مره نكري مره نطلب مره نقعد في الزنقه مره نخدم مره. عاوتاني نهار اللي ان شاء الله سيدي ربي جاب الشفاء عاود قعدت نجمع شويه، باع خويا الدار ديال امه داك اللي خلات، عطاني داك الشيء اللي قسم الله، ومشيت في الانوال ديالنا جدي سيدي محمد حمد وبنيت دويره. ومنين خيي خفت ما كانت تما لا خدمه لا والو، كاينين تما غير كاين تما غير الكنوشره، وهادي كنخاف في الليل اي واحد البلاصه مقطوعه شويه. خرجت جبت الحوايج ديالي، كنت مولى يعقوب، كنت خدامه تما شي عامين، وانا تما ولا عامين ونص، وليت هود جي الزايو، وعاود مشيت البركان كندبر على الخدمه، خدمت نهار اللي خدمت وصافي. من تما لي الكرا غالي وكلشي غالي، ما كان لا فين الدار لا فين لا خدمه لا والو، وقلت ان شاء الله نمشي جيت هكا جيت تيوجطات ندبر على الخدمه. وكنطلب ان شاء الله منكم ان شاء الله الصحه والسلامه، الله يزيد في ايام سيدنا، والله يزيد في ايام السلطه، والله يقعد ان شاء الله الايام، الله يشد فيكم ان شاء الله، الله يشدكم في الصحيحه. مدرك الراجل ديالي انا راضي شي من 2006 وانا متفارقه انا وياه، ما عرفت ولا ميت ولا حي ولا ما عرفت كاع زعما كيفاش خلاني ماني مجوجه ماني مطلقه، ما عرفتش شنو ندير معاه درك، واني حاسه فيه مريض ولا ما لقيتش القدره، ولا ما عارفه ما ندير، ما عرفتش كي غادي ندير، وكندور منا على فاميل منا ندور على الخدمه من هادي المدة وانت مزوجة؟ هادي المدة وانت مزوجة؟ قعدت معاه شي 20 سنة ولا 18 وانا مزوجة، كنت في الدار انا والشريكة، ما زعما ما عندنا حتى شي حاجة زعما، غير هكا ملي كنتناوض بيناتنا، ولا نحيا العيالات هادوك ما الحالة تاع زريعة العيالات مو هادي زعما، إلا هي اللي دارتها لي هكا دارت لي حسيفة بحال هكا الله أعلم، ما نعرف ما نديش الذنوب، ولا هاد الشي غير مكتب من عند الله، ومرض وكورونا هادي وما عندنا ما نديرو، حقنا عند الله، اللهم لك الحمد ربي بغانا هكا، شنو غادي ندير؟ نصبرو حتى يحن علينا الله. خدمت وجبت شويه ديال الفلوس، وقلت لهم عطيوني خياتي هنايا شويه ديال الارض نشريها وندير فيها بيت، ولا انا نرغب المحسنين يعاونوني ندير فيها بيت، ونمشي نخدم مع العيالات كيخدموا من الموقف، الا لقيت مره نخدم مره ما نخدمش، ولا لقيت الديور نمشي ندير ميناج، واني نجي الساعة ما جابش الله ما عطاونيش داكشي، بقيت غير لوز غير لوز غير لوز هكا، منا 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 ضيعتها ضيعت كاع داكشي كان فلوس. بعض الناس يعني دخلوا باش ها؟ شفنا يعني بعض الناس دخلوا باش يسكنوا يعني معاهم، كيديروا شي دار هكا. هي الحال صعيب، الحال صعيب، سكنت مع واحد العيالات مساكين زوينين الله عمرها سلعة، ولاني مساكين تا هما مراضين والحالة راك عارف ما تعجبش، وبحال لي المهم ما نقدرش نقول، قلت لهم انا ما نقدرش نقعد نجلس هنايا، قالوا لي علاش، قلت لها لا شي منظر ما معجبنيش، لا انا ماشي شي بالضروره شي حاجه ولا، انا نعي دارتها لي غير السكنه وصافي. لا لا معليش دابا انا غادي نمشي جيت لا فاميل، عندي لا فاميل هكا، لا معليش انا بحال خوتي الدنيا هانيه. يدخلوا كنت طالبه عندهم الدار، واه يدخلوني ولا يعطيوني شي بليصه ونبني ولا نخدم ولا الخدمه تما على الجهد، تما كاين الخدمه كنت كنخدم. يعني ايوا ها انا دابا ما نبقاش نبقى في الزنقه حشم، فهمت؟ لا ما نقدرش اخي ما نقدرش، الحال صعيب، الله يجازيكم بخير الله يشدكم الصحيحه. دابا قبيله منين كنت قلتها لهم كان عطاوني شي بليصه وعاونوني، ما انا مرحبا ماشي شي حاجه، دابا منين قررت باش نمشي ما نقدرش باش نبقى نتكلف من نادير من نجيب من، لا ما نقدرش ندير هكا. شكرا خويا الله يرحم الوالدين. يعني واش كاين شي ناس اللي دخلوا مثلا السلطه المحليه
الامن يعني تخرجوا عندك؟ جاهم ساكن تما، جاو انا كنخاف فايت مني خلعه، كنخاف خلعوني شي نهار، وتخلعت وبقيت كنبكي ومشيت داوني للبوليس. المهم فايت فيا ديك الصدمه، ضربوا ديك الصدمه بحال اللي صافي كنطج، ما كنقدرش نشوف الناس، ما نقدرش نقعد معاهم، ما نقدرش، خصني غير كانت السكنه هاني فيها، الا ما كانتش. البارح جاو عندك السلطه؟ البارح جاو عندي مساكين، ما قالوا لي مساكين حتى شي حاجه، قالوا لي ودي راه شتا عليك وهذه، راك شتنا قاعده انا بلا قيطون بلا، واش تمشي معنا؟ راه كاين ندبروا لك شي محل، واش ندبروا عليك نديروا لك شي بريتشا هنا؟ قلت لهم ودي ما نقدرش ندير. قالها لي واحد الراجل، قال لي نديروا لك هنا بريتشا. هذوك هما اللي الجيران تما. لا ماشي هو، لا ماشي هو، لا ماشي هو، لا ماشي هو، مسكين ما قال ليش، قال لي واش ما عندكش السكنه؟ قلت له دي ما عنديش. قال لي فين كتسكني؟ قلت له ها فين. قال لي واش تقدري كيفاش غادي ديري؟ واش الا ما عندكش السكنه ندبروا عليك السكنه. قالها لي القايد وقالوها لي المقدم، وقال لي ودي الا ما عندكش شي، عندك شي فين تمشي حيدي، ما تبقاش هنايا، راه الشتا جايه وهادي طحش عليك شي حاجه وتقول، يقول لك اودي حنا ما قلنا لكش، حنا المسؤولين، حنا قلنا لك وانت دبر راسك. قلت له ودي انا عارفه بلا ما تقولوها لي، ملي كون لقيت القدره راني كراني حسن. ها هي لا غير قال لي حيدي من الطريق وصافي، ما قاليش ودي مسكين شي حاجه، ما قاليش شي حاجه، هو غير خاف ومساكين عليا وصافي، راه كان هكا كي كان وشنو يديروا. الله يرحم الوالدين اخويا، الله يجازيكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا زيو سيتي بوانيت على التواجد معنا دابا حاليا في امام المحطه ديال الطرقيه اللي كتواجد عندنا هنا في المدينه ديال زيو، بالضبط في الجرده ديال لالا مريم. المشكل هو انني مول البارح تلقيت واحد الاتصال من طرف واحد المواطن من المدينه ديال زيو، كيخبرني بتواجد واحد السيده خمسينيه تقريبا في عمر ديالها 52 سنه، كتبات في العراء في حي الوزين. انتقلت الى عين المكان وجدت واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كينتميو لنفس الحي، بالاضافه لصاحب الارض اللي كانت كتواجد عليها في هذيك اللحظه. ملي شفت لها درنا معاينه للحاله ديالها وهضرنا معاها، اكتشفنا بان السيده مطلقه وكتنحدر من واحد المدينه يعني قريبه لزبدو على ما اظن تبع العمله ديال توريرت. طلقات هذه واحد المده طويله، يعني كتعيش بوحدها، وهذا الشيء سبب لها اكتئاب وسبب لها واحد المجموعه ديال الامراض وحتى المرض النفسي ولما لا حتى العقلي، لان على حسب التصريحات ديالها كانت ديجا دوزات في شي مصحه ديال الامراض العقليه تقريبا واحد المده ديال 15 يوم في النواحي ديال بجعت، ما بقيتش كنتذكر الاسم ديال المدينه اللي قالت لي اللي دوزات فيها في المستشفى ديال الامراض العقليه. عرضنا عليها حنايا بصفتنا كمجتمع مدني في المدينه ديال زيو اننا نكتريو ليها واحد البيت نعطيوه، يعني ما غتخلص لا كرا لا ضو لا ماء، وكانوا حتى شي ناس متواجدين وعدوها بانهم غادي يبقاو يجيبوا لها المواد الغذائيه، ما غادي تخصها حتى شي حاجه وغادي تعيش معززه مكرمه احسن ما غتبقى في هذا في العراء، وحنا مقبلين على فصل الشتاء. السيده مسكينه كترفض اي مساعده، يعني اي واحد باغي يعطيها سكنه بالمجان ولا باغي يكري لها كترفض هذه المساعده، وحتى الى شي واحد باغي يعطيها الاكل يعني كترفض المساعده وما باغياش تكون على حتى شي على حتى شي واحد، يعني انسانه يعني كتخاف فيها انفوبيا ديال الخوف وكتحشم وكتراعي المجموعه ديال الحوايج حنايا ما غاديش نقدروا نفهموا لها، لان انا كنعتبر بان الانسان اللي كيكون في الحاله ديالها وكتضرب عليه الشتاء وكتعطيه واحد المأوى وما كيقبلوش، يعني راه انسان غير عاقل بالنسبه ليا من خلال التصرفات ديالها اتضح لنا هاد المساله هذه. الاخوان اللي كانوا متواجدين في عين المكان ملي مشيت لتما قرروا على انهم يبنيوا لها واحد العشه باللوح في ديك الارض اللي كانت كتواجد فيها بالموافقه ديال صاحب الارض. هذا هو النقطه اللي كنا تطرقنا ليها، وملي مشيت للدار كتبت واحد التدوينه مع تصاور ديال الفراش ديالها، يعني انا ما صورتهاش هي شخصيا، يعني صورت غير الفراش ديالها، وعطيت واحد جوج ديال الاقتراحات انها نبنيو لها عشه في ديك البلاصه، ولا غادي يتم الاحاله ديالها على المستشفى ديال الامراض العقليه،
بوجده فوجده. الناس المتتبعين ديالي على الصفحه ديال الفيسبوك يعني كاملين الاقتراح، مشاو في الاقتراح ديال ان يتم الاحاله ديالها على المستشفى ديال الامراض العقليه في وجده. يعني الفكره ديال العشاء اللي كنا غنديروا لها فكره خاطئه، لان حتى ولو كنا بنيناها كانت السلطات المحليه غادي تدخل وغادي يتم الهدم ديالها. قمت البارح بواحد الزياره للقائد ديال المقاطعه الثانيه اللي استقبلني بواحد الاستقبال، البارح كان استقبال جيد، وناقشنا الموضوع ديال المتشردين بصفه عامه، وناقشنا الموضوع ديال هذه السيده بصفه خاصه. لقيت بان كان عنده كان على علم بالتواجد ديالها، وكان عنده حتى واحد الصوره ديال واحد القيطون كانت دايرها من قبل. هذاك القيطون كانت داتو معها البركان، داتو لها السلطه المحليه في المدينه ديال بركان. يعني هذه السيده جات في العيد الكبير للمدينه ديال زيود، وجات هنا شي يامات، مشات لبركان ملي وقع التدخل ديال السلطات المحليه في المدينه ديال بركان، رجعت للمدينه ديال زيو بالخصوص لديك البلاصه اللي كانت كتعيش فيها من قبل، يعني اعتبرتها بانها بلاصه امينه في وسط واحد المجموعه ديال الجيران اللي كاملين كيبغيوها وباغيين ليها الخير، وحتى شي واحد ما قدم شي شكايه ضدها بان كتعرقل لهم شي حاجه ولا كتسبب لهم شي ضرر في ديك البلاصه اللي كانت فيها. ملي فتحنا واحد الحوار انا والسيد القائد ديال المقاطعه الثانيه فيما يخص هذه السيده، قرر هو انه يديها للمستشفى ديال الامراض العقليه بوجده، يعني كان احسن حل، هما اللي غادي يكشفوا عليها. الا تبت بان كانها كتعاني مرض نفسي ولا مرض عقلي غيتم العلاج ديالها من داخل المستشفى، وإلا كان يعني هي راه في كل القوى العقليه ديالها، لان حنا ماشي دكاتره ما نقدروش نشخصوا، غادي يديوها لشي خيريه ولا غادي يديوها لشي دار ديال المسنين. على اين السيد القائد قام بالتدخل البارح مساء، مشى لعندها شاف الحاله ديالها، قال لها بان حنا رانا مقبلين على الشتاء، يعني ما خصكش تواجدي هنايا حيت غادي تكرفسي، وهذه يعني انا الهم ديالو هو ما خصهاش تواجد في ديك المنطقه باش ما يبقاش هو مسؤول عليها، لان تابعه للمنطقه ديالو ديال المقاطعه الثانيه. كان متواجد معهم واحد مجموعه ديال مقدم ديال الوزين، جابوا لها واحد ريبورتور، عمروا لها الحوايج ديالها وجاو حطوهم هنايا، حطوهم بالليل يعني ليلا. انا كنت متواجد سبحان الله في عين المكان، كنت كان متواجد هنايا في القهوه، ملي شفتها جيت لعندها استفسرت على واشنو وقع لها، وكان جا معها واحد السيد كان حاضر في عين المكان ملي دخل القائد، قال لك بان راه السكينه ما بغاوش هذاك التدخل اللي دار القائد على حسب التصريح ديالو. اتصلت بالمقدم اللي كان متواجد في عين المكان هنايا، قلت له بان راني مشيت عند القائد وراني حكيت له في هذا الموضوع، وكنا لقينا واحد الحل، ولكن هذا الحل اللي اختار هو راه انا بالنسبه ليا راه غير مقبول كفرد من المجتمع المدني، وحنا راه شركاء. قال لي غادي نتصل به وغادي نشوف شنو غادي يقول لنا في هذه القضيه. اتصل بالسيد القائد، والسيد القائد قال له استنى حتى نرجع لك، غادي يتصل بالسيد الباشا. المهم اللي اتصل بالباشا قال لك بان الحل الوحيد اللي عندها هو انه غادي نصيفطوها في الكار لواحد المدينه اللي اختارت هي ديال عين طوجطات. انا كما كنعرفوا هنا في المحطه الطرقيه البارح بالليل ما كانوش الكيران اللي غادي يقدروا يديوها بالليل، باتت هنا في العراء تحت الماء، يعني الشتاء كتضرب عليها الليله كامله، وحنا خوفا عليها لانها حطوها في واحد المنطقه اللي كتعيش اللي كما كان سبق الموقع ديال زيو سيتي هضر عليه بان جميع دوك الكلوشاره والمتشردين اللي كيعيشوا هنايا ممكن ان يتم الاعتداء عليها. حنا قررنا ان كمتطوع انني نبات حداها، بقيت معها هنايا حتى 5 ديال الصباح، عاد طلعت للدار بدلت حوايجي ورجعت. الكيران اللي كانوا جاوا من قبل هنايا ما قدروش يهزوها على حسب انها عندها واحد المجموعه ديال الاتات كثيره، بالاضافه الى مجموعه ديال الالواح اللي كانت هي متشبته بهم، هي هاد الحوايج متشبته بهم لواحد الدرجه اللي ما تقدروش تصوروها، لدرجه ان مجموعه ديال المدن اللي دازتها كاملين كتهز معها هاد الحوايج ديالها في الكار، وصرفات عليهم واحد المبلغ مالي اللي كيفوق القيمه ديال هاد الحوايج اللي متواجدين عندها حاليا. اذا كان هاد الشيء كيدل يعني كيدل على ان انسانه هي غير متزينه عقليا، وكان مفروض على السلطه المحليه ان لها تلقى لها واحد الحل اللي هو عادل. هي اختارت الحل ديال الترحيل والترهيب، على انهم يتموا الترهيب ديالها، هي مسكينه راه كتخاف من المخزن بزاف، يعني هاد النقطه خصنا نديروا عليها الحروف،
وحتى بالنسبه الى كانوا قالوا لها شي حاجه كتخاف حتى انها تهضر، حيت المسكينه ما كتبغيش المشاكل. بالنسبه لينا حنايا هذا الاجراء اللي داروا السيد القائد بالنسبه لي انا راه غير مقبول، انك تجيب واحد السيده وتحطها في هذه البلاصه ليلا وبلاصه مظلمه كما كتعرف السي محمد. حنا خفنا عليها وجلسنا معها هنايا حتى الصبح باش ما غادي يوقع لها حتى شي حاجه وحتى شي واحد ما غادي يدي لها ديالها. الحمد لله الليله دازت على خير، رغم ان الشتاء فزقات لها بعض من الامتعه ديال المقاطعه الثانيه. كنستفسر منه هذا الشيء اللي دار مع هذه السيده، لان ماشي هذا هو كان الاتفاق اللي كان بيني وبينه. قال بان هذه السيده راه ماشي مختله، ما عندهاش مرض عقلي، انما عندها مشكل اجتماعي، وحنا ما قادينش، هي رافضه المساعده وحنا ما قادينش عليها. يعني كان الحل الانسب بالنسبه لهم انهم يخويوها من هذه المدينه ما تبقاش هنا. جاوا دابا حاليا راهم قطعوا ليها الورقه، السيد القائد قطعوها بالمال ديالهم الخاص، ما عرفتش واش غادي نشكرها عليها، نشكرهم ولا على هذا الشيء اللي داروه، ولا ما قدرتش نحكم. وقالوا بان غادي يجي دابا الكار غادي يهز لها هاد الحوايج، رموا لها شويه ديال اللوح، هاد الحوايج الاخرين راه باقيه متشبته بهم، غادي يديوها غادي يحطوها في المدينه ديال فاس. دابا انت تصور هاد السيده دابا غادي تمشي من المدينه ديال زيول للمدينه ديال فاس اللي ما عندها تما حتى شي واحد، وغادي يحطوها في المحطه اللي راكم كتعرفوا المحطه ديال فاس كي دايره. يعني هاد السيده ما لقاو لهاش شي حل اللي هو مرضي، يعني مسيفتينها من التشرد للتشرد. دابا حنا كنعرفوا بان هاد الدوله كتدعي على انها دوله مؤسسات، وحنا تعاملنا معهم كدوله مؤسسات، ولكن هاد الحلول اللي لقاو لها حلول غير لائقه. حتى لو كانت لجئه افريقيه او سوريه ما كانش عليهم يديروا معها هذا الاجراء، فين عاد بان السيده مواطنه مغربيه عندها البطاقه مغربيه، عاشت في هذه البلاد الكحله، دازت عليها مجموعه ديال المشاكل، كتعاني بمجموعه ديال الامراض. بالنسبه لنا يعني هذا الشيء اللي قدموا لها غير كافي وغير مقبول، ولذلك حنا كنحملوا المسؤوليه الكامله للسيد القائد. اللي انا هذا المصطلح اللي كنت كنتفاداه، لان هذا السيد القائد جاي دخل على المدينه جديد، كنا بغينا نديروا يدنا في يدو باش نعالجوا هذا الموضوع ديال التشرد، بحيث عندنا خبره في هذا الموضوع، وعندنا درايه، وعندنا حتى الاحصائيات بالنسبه للمتشردين والمختلين العقليين المتوافدين واللي ساكنين معنا في المدينه، وكنعرفوا شكون هما اللي كيشكلوا خطوره على المجتمع المدني، وشكون اللي ما كيشكلش خطوره، وشكون اللي خصو يتم الترحيل ديالو، وشكون اللي خصو يبقى. يعني هذه واحد المجموعه ديال النقاط كنت كنتمنى مستقبلا نشتغل بها مع السلطات المحليه كشراكه بيناتنا، باش نفكوا هذا المشكل ديال التشرد وحنا مقبلين على فصل الشتاء. على اي الحل اللي لقاه السيد القائد هو ان باش يتهنى بها خصو يصيفطها من المدينه ديال زيو، يصيفطها لفاس، واما باش هي يقع لها شي حاجه هذاك الشيء يعني ما كيهموش، باغي يحيد على المسؤوليه ديالو. انا بالنسبه لي كمواطن هذا الشيء راه غير مقبول، وغيبقى وصمه عار على هذا السيد القائد اللي يدخل جديد. وبالنسبه للتعامل ديالي انا معاه في هذه النقطه غادي نحبسها، يعني مستقبلا ما غاديش نتعامل معاه حتى في شي نقطه اللي كتخص هاد المتشردين. يعني هو يتحملوا المسؤوليه ديالهم الكامله، وانا ما غاديش يكون عندي حتى شي تدخل مستقبلي فيما يخص هاد الفئه هذه. كنشكروا المتتبعين ديال زيو سيتي، وكنشكروا المتتبعين ديال حجم تولي بوهنوف عبر الموقع ديالي على الفيسبوك. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذا الشيء اللي غادي نقولوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.